تعبت فرسه، لسه واصل الفسطاط حالا. بل اراد ان ينأى بنفسه عن ابن الوالي. لماذا اتى مع ولاده؟ ومن اخبرك بان الشافعي هو من اراد ان ياتي برفقته؟ انا لا افهم شيئا. ابن الوالي يحتاج الى الشافعي في ركبه اكثر مما يحتاج الشافعي الى ان يكون في ركب ابن الوالي. أترى تعبت الفرس؟ أداب الله صحة الإمام. اشتقنا إليك يا صديقي. وأنا أيضا. أهلا بضيفنا الغالي. حللت أهلا ونزلت سهلا. هذه هي الفسطاط؟ نعم يا أمير. بدت أكبر من أعلى الجبل. هذه هي. يبدو أن السري لا يحب الحديث يا أبا بشر. هذه حال الجند يا أمير. نحن يد الخليفة، واليد لا تتحدث حتى تستنطق يوم الحساب. هذه حقيقة. نسأل ابن عبد الحكم إذن، فهو من الأعيان وفقيه. فقيه أيضا. أستأذنك يا إمام، هذا يفسر التقارب. يبدو أن عدد الفقهاء أكثر من الجند في الفسطاط. أهلا ومرحبا بالأمير. أهلا بأبي بش، نورت بالفسطاط. هو انشغال بين الفقهاء لا شك. تقصد الإمام؟ والله يا أمير ما أحوجنا لفقيه كالشافعي. صيته أسرع من فرسه. الإمام الشافعي والله رجل جليل. نورت الفسطاط يا أمير، تفضل. كيف الحال يا سري؟ الحمد لله على السراء والضراء يا أبا بشر. وأنت؟ ربما كنت في حال أفضل لو جاء صاحبك وسلم نفسه على مشارف الفسطاط، لكنه اختار ما يختاره المارقون والمتآمرون. وها هم الجند تحت إمرتك وإمرة الأمير وأبي الأمير الوالي بأمر الخليفة، أطال الله عمره. يا أبا بشر، أنا لا أعير للسياسة بالا، فأنا أنفذ ما أؤمر به وما يتوجب علي فعله لصالح وأمان هذا البلد. حمدا لله على سلامة الجميع. نتشرف بدعوة السادة والأفاضل بعد صلاة العشاء إلى مائدة على شرف القادمين. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. بالإذن يا أمير. يلا يلا أخي، قريبا ساعة طويلة بإذن الله يا إمام. متشوقون للقائك بالمسجد. وأنا كذلك، وأنا كذلك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لنذهب إلى البيت لترتاح من عناء السفر. قبل أي شيء أريد زيارة قبر الليث بن سعد. نذهب إن شاء الله، ولا تقلق، سيقوم الخدم بما يلزم لأهل بيتك. هيا بنا. أهلا بضيف العزيز، هيا. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.